من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية الطيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. إذن من الجامعة نبني الوطن، عدد جديد يرافقني فيه كالعادة نوفل الشرطاني ومحمد سيف بولعريس في الإخراج التقني. إذن من الجامعة نبني الوطن، الحقيقة هي الجامعة تكوننا وليداتنا فيما يخص التعليم، وبطبيعة الحال بعدين لما يتخرجوا من الجامعة يمشيوا لسوق العمل. في هذا الإطار طبعا باش نعرف وليداتنا على الليزابورتينيتي المتاحت لهم. اليوم استدعينا السيد لطفي الشامخي، وهو مدير مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان. السي لطفي مرحبا بك، شرفنا. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي حياة فهم. شكرا، بارك الله فيك. كذلك معنا السيد فيصل الزيري، وهو رئيس فضاء المبادرة بالقيروان. السي فيصل مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستعين قناة حياة فهم، إذاعة حياة فهم. إذن مرحبا بك سي فيصل. إذن مش نبدأ اليوم في الحوار متاعنا، الهدف منه الحقيقة هو أنه باش نبسطوا الإجراءات ونبسطوا معناها الحكاية بالنسبة للمستمعين الكرام. نحب نقول لهم شنو هو مركز معناها مكتب التشغيل العمل المستقل، شنو هي الحاجات اللي نجم يقوم بها، كيفاش ينجم يعاونهم، وكذلك فضاء المبادرة اللي الحقيقة ربما برشا ناس ما تعرفوش. دونك في الإطار هذايا حبينا نستدعو ضيوفنا الكرام. إذا نبدأ مع السي لطفي الشامخي. السي لطفي طبعا خريج الجامعة أو الشاب التونسي بشكل عام، معناها يخرج الصباح يقصد ربي في اتجاه مكتب التشغيل. ربما هو حاط في مخه أنه مش يمشي لمكتب التشغيل، مكتب التشغيل مش يخدموا على البلاصة واحد كل شيء. دونك هنا احنا استدعينا سيادتك باش تفسر لنا مثلا وظيفة مكتب التشغيل والعمل المستقل، الأنشطة اللي يقوم بها إلى آخره. شكرا سي طارق. دونك في إطار بالنسبة لمكتب التشغيل المستقل، كما فضاء المبادرة هما هي كل تابعين للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. نعم. من عندنا برشا خدمات تقدموها في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أنا مش نقتصر تقريبا على المداخلة حول العمل المؤجر. نعم. باعتبار وجود زميلي سي فيصل الزيري اللي هو مش يحكيكم على كل ما معناها الخدمات تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في إطار العمل معناها العمل المستقل. نعم. إذن مش نحاول نحكيكم على أهم الخدمات اللي تقدمها الوكالة، اللي هي في مرحلة أولى هي إعلام والتوجيه المهني. قبل ما ندخل ونحكيو على البرامج ونحكيو على السي بي بي ونحكيو على الكرامة ونحكيو اللي هما أكثر ممكن البرامج اللي معناها يعرفوها السادة المستمعين. قبل كل شيء ثم عنا وحدة اسمها وحدة الإعلام والتوجيه المهني، اللي هي تتمثل في استقبال الباحثين عن شغل، في توجيههم، في محاولة الإجابة على تساؤلاتهم، معناها توجيههم معناها للوحدات المختصة في المكتب أو توجيههم خارج المكتب. نعم. سواء باش يستفسروا على مناظرات ولا يستفسروا على إدارات نجم تقدم لهم خدمات معينة. دونك دورنا هو الإعلام، هو التوجيه، هو الإحاطة به. ثم حلقات تكوين نعملوهم زادة دي سيونس دانفورماسيون. نعم. دو سونسيبيليزاسيون باش نحسوهم بالبرامج، باش نعرفوهم بالبرامج. هي تو فرصة باهية أنه جاتنا في الإذاعة، هي اللي مش معناها تخلي معناها السادة المستمعين يسمعوا يعرفوا الخدمات. نعم. ولكن احنا مطالبين في مكتب التشغيل باش وحدة الإعلام والتوجيه المهني تفسر الباحثين عن شغل شنو هي الخدمات اللي تنجم تقدمها. نعم. اذا اذا سامحني سي لطفي، اذا الحقيقه بارك الله فيك على اللي تفضلت به، وفعلا هو احنا استدعيناكم في الاطار هذايا، نحبوا نفسروا انتم معناتها داخل في الاعلام والتوجيه. لكن قبل ذلك نمشي لسي فيصل الزيري باش يعرفنا على فضاء المبادره في بشكل عام، مش كان في القروان. دونك شنو هي الانشطه نتاعو، في باش يعمل معنا؟ مشكور سي طارق على الاستضافه. عايشك. ومشكور من ورائك معنا لاذاعه القيروان للصحة حياه اف ام. ان شاء الله نعدوا مع بعضنا وقيت نستفيدوا احنا بدرجه اولى ونستفيد المستمعين كل شيء. كما تعرفوا فضاء المبادره قيروان كما قدم سي لطفي قبل كل شيء، هو هيكل من هيكل المسانده والحاطه، يرجع بالنظر للوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل.
الهيكل هذا من مهام الرئيسية تاعه هو أول حاجة يرافق الباعثين وأصحاب الأفكار المشاريع في مختلف المراحل اللي يمر بها المشروع. نعم. واللي يمر بها الباعث كذلك. كي نقول مختلف المراحل من البحث عن فكرة تاع المشروع حتى للانتصاب الفعلي والبعث الفعلي للمشروع تاعه. تقريبين فضاء المبادرة يرافق الباعثين والمؤسسة في مختلف المراحل المر بها من بحث عن فكرة المشروع لإعداد دراسة اقتصادية وفنية تاع المشروع، للتكوين في مجال التصرف والتسيير، للتكوين في مجال في المجالات الفنية ذات علاقة بالبعث المشاريع لربط الصيلة مصادر التمويل وهيكل التمويل وبعد المرافقة ما بعد الانتصاب الفعلي. نعم. باركور كامل داخلوا فيه بآليات وبرامج مختلفة ونحكيوا فيها بعد إن شاء الله. شكرا شكرا سي فيصل. إذا نرجع لسي لطفي الشامخي، إذا كنا نحكيوا على حاجة من الحاجات اللي يقوم بها مكتب التشغيل والعمل المستقل اللي هي الإعلام والتوجيه المهني، وسي لطفي الميكرو متاح لك للإعلام والتوجيه، دونك نحاولوا معناتها نبسطوا للسادة المستمعين شنو كيجي هو المكتب التشغيل والعمل المستقل، اش لازم يكون حاط في مخه، شنو نصححوا لهم الافكار. ربما هو كيجي المكتب التشغيل ماشي المكتب التشغيل باش نخدم. بالضبط. دونك انتم لهنا نصححوا احنا المفاهيم ونسهلوا عليهم اش يحب هو كي يمشي المكتب التشغيل شنو يلزمه ينتظر من مكتب التشغيل والعمل المستقل. بالنسبة للمكتب التشغيل والعمل المستقل هو هيكل من هيكل المساندة المطلوب منه، ما هوش إيجاد. هي يعطيك شكرا ويعطيك صحة على السؤال هذا، خاطر ثم برشا شبان يعتقدوا أنه مكتب التشغيل هو مسؤول على التشغيل. نعم. ولكن هي عملية التشغيل هي مسؤولية الناس كل. نعم. احنا دورنا في مكتب التشغيل أن نحاولوا نعاونوا طالبي شغل، نرافقوهم في 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 ايجاد مشروع مهني. مشروع مهني ما نقصدش به مشروع مهني نتاع معناها بروجي، معناها مشروع خاص، نقصد مشروع مهني شنو هو اللي يحب يعمل في حياته المهنيه هو. دونك احنا دورنا باش نعاونوه، دورنا باش ناخذوا بيدو، دورنا باش نوضحوا له الامور، نعاونوه باللي نجمو بيان سور في اطار الاجتهاد نتاعنا. يلزم طالب الشغل وقت الباحث عن شغل، احنا حتى مصطلح طالب الشغل ما نستعملوهاش، ما عادش نستعملوها، نستعملوا الباحث عن شغل باعتبار ان هي عمليه مرافقه. احنا زوز لو جمع بعضنا، احنا كانت تلوج على خدمه احنا نرافقوك معاك، ماناش احنا معناها انت تجي تطلب وقهو، دورك انك تطلب، يلزمك دورك انك تسافي جات الحل. دونك الحل نوجدوه مع بعضنا، احنا انت تعمل الخطوه انك توجد الحل، انك في المساهمه في اتصالك بمكتب تشغيل او عن اتصال مباشر او الولوج الى المواقع الالكترونيه على الموقع الرقمي والموقع الرقمي بتاع الوكالة. دونك انت كي تعمل مجهود كيك انت تعمل خطوة به، لكن يلزم تكون مداعم الخطوة هذه لانك عندك رغبة باش توجد حل لروحك، ما توجدش حلو عند الاخر، ماهوش المكتب التشغيل هو اللي مش يوجد لك الحل. هذه من ناحية معناها تحب تقول لي هو كي يجي المكتب التشغيل مثلا يجي عنده فكرة ولا يجي عنده مثلا مشروع يحب يعمله ولا كذا في مشروع مهني نقصد به، يعني يحب يلوج على خدمه مثلا ولا يحب يعمل مشروع بريفي ولا يحب يعمل اي حاجه وقت اللي يجي دونك يحب خاطر ثم بعض الشباب يجي خدموني دونك اجدوني، وكانه هو في وضعيه نتاع مطالبه ماهوش مساهمه. لازم يكون الباحث عن شغل هو يساهم في ايجاد الحل لروحه واحنا ندعموه بالاليات الموجوده. نعاونوه بالاليات الموجوده مثلا الاليات مثلا الاليات اللي مش نحكوا عليها بعد من السي في بي تاع الكرامه نتاع التوجيه نتاعو في اعطاء المعلومه وين يتوجه بالذات تعليمه في الاجراءات مثلا يحب العمل بالخارج كيفاش نعملوه شنو الاجراء اللي يعملها. دونك هذه المرافقه نتاعنا. نعم. تمثل المرافقه نتاعنا في تعطيه لي زوبورتينيتي شنو القطاعات شنو الفرص الشغل الموجوده كيفاش يقوم بالاجراءات باش يوصل للهدف نتاعو. نعم. ثماش حلقات تكوين ينجموا يشاركوك فيها. لكن الحل ديما هو راهو الحل المشترك، دورنا ماهوش ايجاد الحلول، خاطر احنا ماناش احنا نخلقوا الحلول، راهو التشغيل المباشر مثلا في التوظيف، اذا كان نحكيو على التوظيف راي المؤسسات الاقتصاديه الخاصه هي اللي توظف. مش حتى العموميه، خاطر احنا العموميه ما عندناش فيها دخل، ما تنجمش تدخلوا معناها ما نحكيش على التوظيف في المؤسسات العموميه، هذيك فيها شروط فيها اجراءات تتعمل عليها. نحن دورنا هو دعم المؤسسات الخاصه للانتداب الشباب هذوم. دعمهم من خلال شنو؟ من خلال الاليات والبرامج الموجوده. من خلال السي في بي. من خلال عقد كرامه. من خلال الزياره نتاعنا للمؤسسات اللي تصير اسبوعيا تقريبا، عندنا زملاء يمشيوا للمؤسسات ويتصلوا بها ويعلموها بالبرامج ويعلموا المؤسسات بالامتيازات ويشوفوا لي بيزوان نتاعها اون ريكروتمون.
دونك هذه كل المجهودات نعملوها من اجل ان نوجدوا حلول للشباب هذوما، ولكن معناها الحلول هذه هي ماهيش احنا في قناعتنا مش نحلوا المشكله نتاع البطاله، هي مش نوجدوا معناها الموقع باش نعملوا كرياسيون مباشره نتاع موقع الشغل. نعم شكرا السي لطفي، بارك الله فيك على التوضيح. اذا السي فيصل الزيري، دونك توا انا كي نسمع معناتها فضاء المبادره، دونك هنا معناتها الشاب يكون عنده فكره مشروع او كذا وكذا، وانتم معناتها توفروا له المرافقه ربما التقنيه ربما، دونك كان نبسطوها الحكايه شوي، معناتها الشاب اللي يتصل بفضاء مبادره الشيء ينتظر من سيادتكم معناها غاديك. شوف احنا كما قلت لك وسبقت قلت لك احنا نرافقوا المؤسسه والبعث. نعم ماهوش بالضروره راهو البعث مؤسسه ولا طالب الشغل وقت اللي يجي الفضاء المبادره هو بشرطي عنده فكره مشروع وكل شيء، لا مش بشرطي. نعم. ينجم يجيك تنجم يجيك فئات مختلفه من بعيد المشروع، ثم اللي يجيك اللي هو عنده فكره تاع مشروع ومبلور وكل شيء ولكن عنده حاجات مثال في دراسه المشروع مازال ما عملش دراسه تاع مشروع ولا يلوج على التمويل. ثم اللي يجيك ما عندوش فكره من اصل. الحاجه البركه اللي جاي فيها هو كونه يحب يبعث مشروع. الغايه الاساسيه اللي جاي بها كونه هو موتيفي بور لا كرياسيون دوتربريز، هو جاي لبعث المشروع. دونك هو لهنا بما انه هو يحب يبعث مشروع لكن ما عندوش لا عنده لا فكره وما عندوش. اذا عندكم خليط انصات مثلا بالضبط يعطيك الصح. اي وما عنده حتى درايه بالمراحل اللي يمر بها المشروع وكيفاش ولا المصادر اللي يمشي لها وشكون البيبان، دوك هذه ما عندوش فكره. احنا كما قلت لك راهو اول حاجه نعملها مع البعث هو التأطير والتوجيه والاعلام. تقريبيا معدل كل اسبوعين نظم حصة إعلامية جماعية. الحصة الإعلامية الجماعية هذه يستفيد منها أول حاجة جميع المعنى الطالب الشغل اللي توجهونا واللي يحبوا يبعثوا مشاريع. في خلال الحصة الإعلامية هذه مش نعطوه المراحل اللي يمر بها المشروع. نحكي له على المراحل مش نحكي له على التشجيعات على الحوافز، مش نحكي له على البرامج والآليات تاع المرافق اللي يوفرها فضاء المبادر. من هذيك تبدا الصوره توضح للبعث. ما يبداش عايش في ضباب ولا حاجه ولا تبدا الباركور مش واضح له كل شيء. اول ديمارش نعملوها اول حاجه نوضحوا له مسار بعث المشاريع. هو فهم المسار بعث المشروع وكل شيء وقتها مش يقرر. مش يقرر ينطلق وينخرط فعليا في مسار العمل المستقل. ونبدو نشاركه يبدا بالتشريك فعلي. نشاركه البعث على اساس اول حاجه نشاركه في دورات تكوينيه باش نخدموا معاه على الفكره تاع مشروع، اذا هو ما عندوش فكره تاع مشروع عشان نحن نقسمهم بناء على الحصه الاعلاميه وكل شيء. الباعثين والطالبي الشغل نقسمهم ثلاث فئات. فئه ما عندوش فكره تاع مشروع، الغايه الوحيده هو جاي يحب يبعث مشروع ولكن مش عارف. الفئه الثانيه عنده فكره تاع مشروع ومبلور وكل شيء ولكن ما عندوش وكيفاش يدق الباب كيفاش اكل الارض الفكره ذيك كيفاش يردها على ارض الواقع. والفئه الثالثه اللي هو عارف كل شيء، عنده فكره تاع مشروع دارسها وعمل دراسه وعارف وين منين ينطلق وين يمشي، الحاجه الوحيده البزوان هي التمويل. حاجه تاعي الوحيد التمويل. هذوما الفئات هذوما نوجهوهم حسب الحاجيات تاعهم وحسب نقولوا نحن الوضعيه تاعه وين فين موجود في نقولوا نحن مسار بعث المشروع. وانطلاق من التقسيم هذاك نوجههم البرامج. نعم. مثال الفئة الأولى الناس اللي ما عندهاش أفكار مشاريع واضحة وكل شيء نشاركوهم في دورة تكوينية. ثم نعم. ثلاث دورات تكوينية، إنشاء مشروعك الإيمالي تدوم زوج صبحيات، وبعد دورة تكوينية موران اللي هي طريقة نموذجية للبحث والنشيط عن أفكار مشاريع. هذه الغاية تاعها هي أول حاجة تعطيه تمكن الباعث من آليات وطرق البحث عن فكرة شوش. شوف جيست نحب نتوقف في المرحله ذي. راهو كيف كان يحكي سيلوفتي في توا قال لك عاده ثم خلط عند طالب الشغل. يمشي المكتب التشغيل على اساس في باله المكتب التشغيل هو المسؤول عن التشغيل. كذلك نفس الخلط عنده بالنسبه للفئات اللي توجهوا الفضاء المبادر. فضاء المبادر مشى في باله معناه هو الهيكل، انت معنا طالب شغل مشيت غادي معنا مش يمشي في باله بروجي مش يجي طابي روج وكل شيء ومعنا حاضر وكل شيء مش يعطيه نقولوا نحن
كلي على ما بروجي كلي على ما جيست من لوتريتيام يلقى بروجي حاضر واموره مريقله وكل شيء فهم سي با سا. راهو العمليه ذيت المرافقه كسوا في العمل المؤجر ولا العمل المستقل عمل تتطلب معنا انخراط جدي وعملي لطالب الشغل. نعم راهو في غياب انخراط فعلي وجدي لطالب الشغل في عمليه المرافقه راهو بكل صراحه الخبراء واللي كوتش تاعنا والمرافقين تاعنا راهو كل شيء ما نجموش نمشوا معاه بعيد. نعم قد ما هو يكون منخرط في العمليه دي قد ما هو يكون موتيفي باش يمشي بعيد في عمليه المرافقه وكل شيء قد ما يسهل العمليه على المرافقين تاعنا والاطارات تاعنا باش يمشوا ويحققوا معاه النتيجه ويوصلوا معاه النتيجه. نعم شكرا سي فيصل الزهري. اذا والحقيقه انت حكيت كلام مهم جدا مش نربطك انا حتى مع الجامعه فضاء لمبادره موران وكل اذا باش نواصلوا الحوار نتاعنا ان شاء الله بعد الفاصل. من الجامعه نبني الوطن. من الجامعه نبني الوطن برنامج يسلط الضوء على دور الجامعه وضروره المراهنه على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجدد لكم التحية من إذاعة الحياة فام إذاعة القيروان للصحة ونواصل حوارنا الشيق مع السيد لطفي الشامخي مدير مكتب التشغيل العمل المستقل بالقيروان وكذلك السيد فيصل الزيري رئيس فضاء المبادرة بالقيروان. سي لطفي الشامخي حكينا على الإعلام والتوجيه حكينا على برشة يعني حاجات يقوم بها ديزاكتيفيتي يقوم بها مكتب التشغيل والعمل المستقل. توا الحقيقة المستمعين الكرام معناتها نحبوا نبسطوا لهم الأشياء معناتها مثلا يجي الشاب وسيادتك ما يخفاش عليك أنه إحنا عنا شباب معناتها يعرف أنه رماي روحه في البحر باش يحرق لإيطاليا وغيره وغيره ويعرف أنه نسبة النجاة متاعه 5% ولا 10% ومع ذلك يقدم على هالمغامرة الرهيبة هذه إن شاء الله ربي يعفي الجميع. يجي المكتب التشغيل يقول لك انا نحب نخدم نحب ندبر خدمه. انتم حتى عندكم بارفوا تعملوا اعلانات معناتها نتاع شغل تاخذوها يعني كان نبسطوا لهم شويه معناها انت من الاول حكيت في العموميات واحد هات ندخلوا معناها كيفاش نجموا نعاونوا هالشاب ذا ونمنعوه من انه يمشي يرمي روحه في البحر معناها. تفضل سيدي. نحكيو على الزكتيفيتي نحكيو على مكتب التشغيل مثلا يلزم الشاب يجي يرسم مثلا في مكتب التشغيل يحط اوراقه نحكيو على السي في بي نحكيو على شنو الحاجات اللي تنجموا تقدموها لطالب الشغل. دونك احنا التسجيل هو الاوراق يجيب لنا يجي يسجل عندنا في مكتب التشغيل جيستي بطاقه تعريف والشهيد اللي عنده اللي يحب يسجلها سواء الشهيد العلميه او شهيد اخرى عنده كفاءات اخرى ما ناخذوش منه اوراق ما ناخذ منه حتى ورقه باعتبار ان الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل تخدم بالمنظومه المعلوماتيه المتطوره بدايه من بدايه من التسعينات تقريبا كل شيء مسجل على المنظومه الرقميه بحيث المنظومه مترابطه مكاتب التشغيل كلها وفضائيه مبادره اللي تابعه الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل كل مرتبطه بعضها اي معلومه تعملها في اي مكتب تشغيل في تونس تظهر لكل المكاتب الاخرى ولكن ما ناخذوش الوثائق يعني في عمليه التسجيل الاولى يظهر بطاقته بطاقه تعريفه والشهاده نتاعه ويسحبها معه وياخذها معه. نعم دونك هذه العمليه والخطوه الاولانيه تاع معناها باش يكون على التسجيل باش نجموا نتابعوا الوضعيه نتاعو من خلال التسجيل هذاك. على خاطر فما سيلوت في علاش سلت كان على التسجيل على خاطر فما شكون حتى يجي باش يدخل كما نقولوا معلم نايب ولا كذا يشترط عليه انه يكون مسجل عنده عميل ولا ثلاثه ولا موجوده الحكايه ذي فعلا. هما مؤسسات عموميه كثير من المؤسسات العموميه تطلب شهاده تسجيل بمكتب التشغيل باعتبار ان القوانين تفرض انه المترشح يكون مسجل بمكتب التشغيل. دونك احنا العمليه هذه ما تطلب شيء تطلب بطاقه تعريف شهاده واي واحد يسجل ينجم يجي يتحصل على شهاده التسجيل نتاعه. نعم معناها اي مواطن تونسي مسجل في مكاتب التشغيل سواء قديما ولا اي معناها يكون مسجل بعد التسجيل مباشره ياخذ الشهاده نتاعو ولازم يقوم بالتحيين يحب التحيين هذاك هذاك مربوط بال 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 بالرغبه نتاعو. احنا موجودين ديما ديسبونيبل ديما في كل التوقيت الاداري موجودين ميم اكثر من هكا احنا عاملين معنا الناحيه الرقميه في مؤسستنا انه التسجيل نجم يكون من الدار انت عندنا نيو دوكون بالضبط تاخذ يعني عندك تعمل المود باس نتاعك واللوجين وتعمل البونتاج نتاعك من الدار معناها بالضبط هذه والله يرحم والديك سي لطفي. دونك هو يجي لمكتب التشغيل يعمل لك اللوجين والباسورد الواله مود باس ويعمل معناها حساب ومن بعدين هو ينجم يكون مرحبا
به في كل وقت، سينو اذا كان يحب، اذا كان مش يمشي لمكتب تشغيل فقط باش يقوم بعمليه ينجم يقوم بها من الجوال نتاعو ولا من نعم، لانه عندكم منظومه رقميه منصه نجم وموقع يدخل يعمل وينجم يسجل في الموقع الرسمي نتاع الوكاله الوطنيه للتشغيل، يعمل التسجيل نتاعو معناها التحيل نتاعو عن بعد. نعم ممتاز ممتاز. سي فيصل الزيري، يعني انت توا حكيت على المرافقه في فضاء المبادره واحد كل شيء، وحكيت زادة على الأيام الإعلامية اللي تنظموها معناتها باش توريوا العباد شزم يعملوا. دونك لهنا أنا باش نسألك، معناها عندكم مثلا علاقة بالجامعة بالخريجين الجامعة باعتبار أنه الطلبة ربما هم اللي يتعداوكم، فهمتني؟ على خاطر مثلا الجامعة توا نعطيك نقول لك الجامعة توا تخدم على مشروع كبير اسمه الطالب المبادر. الطالب المبادر لهنا فيه ثلاثة مراحل، في الطالب المبتدئ، في الطالب المبتكر، ثم الطالب الباعث. وهذا يكون معناها حبيت تقول لي تزيد تدخل لي في التفاصيل نتاع المرافقه كيفاش عندكم دي كوتش عندكم كذا. الخاطر تو انا الحقيقه سمعت، انا نجيب لك لي زيكو نتاع الشارع، سمعت اللي مثلا يقول لك فضاء المبادره معناها راه باش يعطيني فلوس، تعطيه انتم فلوس مثلا؟ لا 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 مش هيك. مشكور على التساؤل هذا، لانه هذا في نقولوا نحن في صلب نشاطنا. شوف من راه فضاء المبادره اول حاجه يخدم في انسجام كبير ياسر وفي تفاعل كبير ياسر مع المحيط تاعو. نعم. لانه عمليه مرافقه في بعث المشروع هي عملية معقدة كبيرة ياسر. تتداخل فيها برشا أطراف. الطرف الأول يتداخل فيها الجامعة. الطرف الثاني الهياكل المساندة والإحاطة، لا غير لابي لابيا. هياكل التمويل اللي هي البي تي اس، بي اف بي ام اي. ليزاسوسياسيون دو ميكرو فينانس. نقولوا نحن المحيط، معنى نقولوا الفضاء المبادر باش يكون فاعل وكل شيء، يزموا فيه نقولوا نحن في تناغم كبير ياسر مع المحيط تاعو، ما ينجمش يخدم في معزل ومسكر على، لانه عمليه المرافقه هي عمليه نقولوا نحن مشتركه بين جميع الاطراف المتداخله في المحيط، من بينهم اللي حكيت لك عليه توا من اللي هياكل المسانده والاحاطه وهياكل التمويل. نحن في الاطار هذا عندنا اتفاقيه شراكه مع الجامعات القيروان. الاتفاقيه هذه أول حاجة الهدف تاعها هو ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الناشئ، خاصة لدى خريجي التعليم عالي، وخاصة لدى الطلبة اللي قاعدين بصدد التعليم. لإكسابهم معنا نقولوا نحن المفاهيم مبدئية بدائية على بعث المشاريع. تعرف أنت سي طارق بالحقيقة منظومة التعليم عشنا لسنوات معنا لسنوات منظومة التعليم والتكوين بعيدة بكل البعد على مفهوم بعث المشاريع. بارك الله فيك. توا السنوات الأخيرة ثم بالحقيقة مبادرات شخصية ومن الدولة ومن المجتمع المدني وكل شيء على أساس ترسيخ ثقافة بعث المشاريع من التكوين ومن الدراسة. نعم. من اللي هو طالب في الجامعة ومن اللي هو طالب في مراكز التكوين مين كل شيء. ثم نقولوا نحن نشاط كبير ياسر لترسيخ وتطوير والإعلام والتحسيس بمدى جدوى العمل المستقل، لأنه الطالب عاش لسنوات كبيرة ياسر كونه من العمل المستقل عمر ما يكون بديل للعمل المؤجل. بالنسبة اللي هو يقرأ يعرف اللي ماشي الوظيفة العمومية واللي لبلي معنا اللي نقوله نحن في اخر المطاف كونه مش يلوج خدمه على في مؤسسه اقتصاديه وكونه ام باش يبعث مؤسسه اللي ينتصب لحساب الخاص، هذه اخر اهتماماته. توا بالحقيقه عندنا لمده معنا مده كبيره ثم قاعده معنا محاوله كبيره ياسر من طرف الهيكل المساندة والاحاطه ومن طرف الجامعه خاصه لترسيخ ثقافه بعث المؤسسه لدى الطلبه من اللي هما في دور الدراسه. احنا في الاطار هذا ثم اتفاقيه شراكه عندها مده، ودرنيارمون توا جاني السي خالد الفايدي. السي خالد الفايدي رئيس مركز المهن واشهاد الكفاءات الكاتسي، وبصدد معنا اعداد لاتفاقيه
شراكه بين الكاتسي وبين فضاء المبادره. يعطيك الصحه. وخدمنا المعنى اللي نقولوا نحن المشروع تخدم وسي خالد مش يعرضوا على رئيس الجامعه وبدورينا بعد ما يعرضها مش نبعث للاداره اللي عرضها على الاداره وعندنا مشروع كبير ياسر في الاطار هذا. بالضبط هو السي خالد انا نعرفه شخصيا السي خالد الفيدي اللي هو متكفل حاليا ب معناها صفه الطالب المبادر اللي هو بالضبط. موضوع كبير. انا توا السي فيصل اللي فهمته من كلامك معناتها يا طالب الشغل اللي تحب تمشي فضاء المبادره انت تمشي غديك مش يقسموك على ثلاثه مراحل، يا اما ما عندكش فكره مشروع، يا اما عندك مشروع متبلور لكن مازالت البيبان مش عارفها، يا اما عندك مشروع. اذا لهنا هو فضاء المبادره اذا كان ناقص تمويل مش يقولك وين تمشي بالضبط. اذا كان ناقص كما نقولوا تكوين في مجال التصرف والتسيير هو مش ياثرك ويكونك عن طريق دوره تكوينيه. نعم. اذا ما عندكش فكره تاع مشروع هو مش يساعدك كيفاش تخمم على فكره تاع مشروع. بالضبط. هذا هو الدور تاعنا. بالضبط. كذلك بالضبط. هو من الادوار الرئيسيه كونه كيفاش يحاول يربط السيله مع المحيط تاعه على غير الجامعه على غير هياكل التمويل والتمويل والتشجيع. نعم. على هي كيما لابيا كيما البي تي اس بي اف بي ام سي دي سويت. نعم بارك الله فيك سي فيصل زيري، معناتها باهي برشا انه نفسروا لوليداتنا وخريجي الجامعات. باهي نرجع لسي لطفي الشامخي. سي لطفي فما ناس تحب تبعث مشاريع بسيطه بلومبيي مش عارف انا نجاره كذا كذا واعتقد انه معناتها يشترطوا عليه مثلا شهاده كفاءه، وشهاده كفاءه ذي اعتقد يقوم بها مكتب التشغيل هكا ولا كمل سؤال؟ لا هذا هو السؤال. معناتها واحد باش يبعث مشروع معناها مش بشرطه تكون عنده شهاده كفاءه، يكفي الشهاده اللي موجوده اللي ماخذها من مركز تكوين ولا ماخذها من نجاوبك تحب طبعا نجاوبك كما هو ماهوش من اي نحكي في كل حالات هو موضوع الشهاده هذيا بالضبط سي فيصل الاكثر هو مش عمل مشروع هو لازم يكون عنده كفاءات. نعم منطقيا شيء منطقي انك انت مش تعمل في 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 اختصاص معين لازم يكون عندك كفاءه باش تخدم نجار باش تخدم ما نعرفش انا الكتريسيان ما تنجمش تكون انت ما عندكش شهاده في الاختصاص به. لكن السؤال نتاع الاختبارات هذيا سالت على الاختبار الاختبار هذاك راه مش هو مش غايه هو حل المشكله موجوده. شنو هي المشكله؟ المشكله كل واحد ربما ما عنده شهاده يكون ناخذها يا من التكوين المهني يا ماخذها من مركز التكوين المهني ولا الجامعيه ولا الاختصاص معناها الناس اللي تقري في الاختصاص هذاك اللي تكون دونك صار في فتره من فترات ثم ناس بطبيعتهم هم يخدموا ميكانيسيان بالتجربه بدا يخدم بقى ما عندوش لا شهاده تدريب مهني لا شهاده تكوين مهني لا شهاده كذا خذاها بالتجربه بالممارسه دونك بعد ان سيرتان تون ما عندوش حل. دونك الدوله عملت الاختبار ذاك اللي يتعمل في نهار باش يحل المشكله هذي وموش غايه ذاك مش دونك هذاك حل يعني شكون يعملوا الاختبار هذاك؟ لا الانسان اللي ما عندوش شهاده هو عنده كفاءات هو وين هو تشرف عليه لدرجه هو التكوين المهني والتشغيل يعني ما يرجع لكمش انتم بالنظام اي فرد وزاره نحن نحن على فكره هو يتم توجيهه من طرف مكاتب تشغيل وفضاء المبادره للاداره الجهويه هم يقوم بالاجراءات الاداره الجهويه تقوم هي تقوم بالاجراء معناها هو مثلا خدم صانع نجار ولا خدم مده معينه لمده اقل حاجه ثلاث سنوات عنده الخبره عنده كذا لكن ما عندوش الشهاده اذا يجي مثلا لاداره جهويه لاداره جهوي للتشغيل والتكوين المهني هذيك هي اللي تعمل له هالاختبار هذايا اجراءات تقوم بها باجراءات وتحيله للناس المختصين في مراكز التكوين المهني اللي مش يقوموا له بالاختبار واسناد الشهاده زي. احسنت هو حتى كان معناه احنا الهدف راهو باش نبسطوا للعباد ونفسروا له باش هو كي تكون عنده هالشهاده هذه ربما تطلبها ليه البنك في اطار قرض في اطار كذا واضح باهي هو فعلا هي هما عاده الناس اللي تحب الشهاده هذا خاطر هي عنده شهاده يحب يستظهر بشهاده لشيء معناها لغايه معينه يا للهجره ولا للقرض والا مؤسسه طلبت عليه الاختصاص هذاك وهو ما عندوش دونك هما كل انسان يستحق الشهاده هذيك يقوم بالاجراءات اللازمه هذيا وينجم يحصل الشهاده نتاعو. دونك في اطار التفاعل مع السي لطفي والسي فيصل معناها اللي حب ياخذ الكلمه ياخذ تفضل احنا هنا مانيش مش سؤال جواب معناتها احنا نحكيو باش نبسطوا للناس دونك لهنا توا علاقتكم بالقطاع الصناعي تو
توا احنا نحكيه توا من جهه الاولى طالبي الشغل. هات نمشيو من الشيره الاخرى. انتم قلت لي عندكم زيارات ميدانيه مثلا للمؤسسات الصناعيه وكل شيء في جهه القيروان، اذا تمشيو لهم شنو تحكيو معاهم؟ كي تمشيو تشوفوا النقائص اللي عندهم، تشوفوا معناتها شنو تعملوا انتم بالضبط؟ احنا عندنا الاليات نتاعنا نخدموا بها. احنا حكينا حكيت لكم بكري في الاعلام والتوجيه المهني، المرحله الاولى والهامه هذيك. بعد كيفاش باش يصير معالج طالبي هذوما الناس اللي بحث عن شغل؟ الاليات اللي عملتها الدوله باش تحسن هي شنو؟ باش تعطي لي شانس اكثر للناس اللي باحثين عن شغل باش يقعد ماشي في في سوق الشغل. عملت الاليات اللي نعرفوها اللي هي كيما لي سي في بي مثلا. لي سي في بي راهي تتعمل كان مع المؤسسات الخاصه، معناها مش نعملوا مع المؤسسات الخاصه، نقوموا باللي سي في بي. دونك نشجعوا المؤسسات الخاصه تربوا ساعات التطبيق. هي طريقه من طرق تشجيع، على خاطر شنو المؤسسه الخاصه عاده وقت تطلب طالب الجامعه شو تطلب منه؟ تطلب منه طالب الجامعه تحب واحد باش يخدم لها خدمه كامله. في حين طالب الجامعه مازال متخرج، مازال تطبيقين ما يعرفش يعرف نظريا، متمكن صحيح ولكن تطبيقين ما نجمش من نهار الاول يعطي روندومون 100%. دونك الدوله اش تقترح؟ تقترح انا نعطيك الناس هذوما لي جون هذوما خليه يدخلوا في اطار لي سي في بي، خلي هما مازالوا ما يعطوكش روندومون 100% من الاول. دونك نعاونهم انا بورس، تعطيهم بورس كومبليمونتير، وبعد المده انتهاء التربص يلزمك مطالب باش معناها المؤسسه هكا تكمل تخدم معاك. نعم. دونك لي سي في بي هو معمول باش يدمج الشباب هذوما، يعطيهم لي شانس الادماج، يعطي لي جون لي شانس باش يوقعوا ويدخلوا في سوق الشغل. نعم. اذا مستمعينا الكرام تفضل نكمل الفكره، على خاطر مازال معناها هو الموضوع جوش وجون. نعم. وما نجمش مع الناس تيبيك، على خاطر احنا حتى الطالبي شغل نعملوا لهم ثم معالجه سموها المعالجه بيرسوناليزي، معناها اكومبانيمون بيرسوناليزي. خاطر كي يدخلوا جزء من البيرو كل واحد والوضعية نتاعو، ثم واحد ينجم يعمل اس في بي الاخر ما ينجمش، واحد ينجم يعمل عقد كرامه الاخر ما ينجمش. عندنا برنامج نتاع الجمعيات زاد الشباب اللي خريجي التعليم العالي ينجموا يتابعوا وينشطوا مع جمعيه من الجمعيات. نعم. لمده عام وينجم يكون قابل تجديد عام ثاني. نعم. كيف كيف يعني المرافقه نتاع كل باحث عن شغل تختلف من واحد من شخص. إذن شكرا في علاقتنا نواصلوا ان شاء الله بعد الفاصل. اسف على المقاطعه، مضطرين نخرجوا فاصل. مستمعينا الكرام نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. من الجامعه نبني الوطن، من الجامعه نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعه وضروره المراهنه على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجدد لكم التحيه من اذاعه الحياه فهم، اذاعه القيروان للصحه. ربي ينور ذاتكم ان شاء الله، ربي يقضي الاشوار، نعملوا اللي نقدروا عليه. استدعينا سي لطفي الشامخي مدير مكتب التشغيل العمل المستقل بالقيروان، والسي فيصل الزيري رئيس فضاء المبادره بالقيروان ايضا، باش نحاولوا نبسطوا لكم الاجراءات باش كي تمشيوا الفضاء المبادره ولا المكتب التشغيل العمل المستقل تبداو فاهمين الواه ماشيين، ويلزم تعرف انه المكتب هذاك ما هو الا وسيط بينك وبين جهه العمل، ماهوش هو اللي باش يخدمك. باش نعطي كنا نحكيوا في الكواليس توا مع سي فيصل الزيري وعلى البرمجه اللي تقوم بها فضاء اللي يقوم بها فضاء المبادره، ونحب نعطيه ميكرو حر. سي فيصل الزيري احكي لنا على البرمجه نتاع فضاء المبادره. شوف كما قلت لك فضاء المبادره هو ينفذ سياسه الدوله في مجال العمل المستقل. نعم. عمل التشغيل عن طريق العمل المستقل. نعم. سنويا كل وكاله وطنيه التشغيل تبرمج اهداف. اهداف عن طريق اهداف في مجال هالبرامج هذه. فضاء المبادره بالقيروان السنه برمج مثال، نعطي لك برنامج مثال موران هذه طريقة النموذجي للبحث النشيط. عملنا معدل شهر، كل شهر عندنا دورة تكوينية. دورة تكوينية يستفيدوا منها 15 وال 15 باعث وباعثة. كذلك برمجنا خلال هذه السنة 5 دورات تكوينية في مجال التكوين، في مجال التصرف والتسيير. الدورة ذي يشاركوا فيها الباعثين اللي عندهم أفكار مشاريع واضحة واللي هم تري موتيفي باش يمشوا باش يبعثوا المشاريع تاعهم. نشاركوهم في الدوره هذه لمده 20، يتشارك الباعث لمده 20 يوم، نكونوه في مجال التصرف والتسيير، ونكونوه كيفاش يبعث كيفاش يعمل مخطط الاعمال تاعو، وبعد ما يكمل الدوره نقدموا له الدوسي لمصادر التمويل لتمويل المشروع تاعو. احنا برمجنا في الاطار هذا، سامحني توا جاتنا مؤخرا برمجه من الوكاله الوطنيه للتشغيل، وعندنا تري بروشينمون عندنا دوره تنطلق الدوره تاعنا هذه تنطلق نهار 14 فيفري. تنطلق الدوره مبدئيا، لكن هذه ما نجموش يشاركوا فيها الا عن طريق
محادثة فردية. نعم. المحادثة الفردية هذه مش تصير 9 و 10 فيفري. 9 و 10 فيفري. إذن هنا اللي يحب يبعث مشروع سي فيصل خذ مني الكلمة واصل. إذن اللي يحب يبعث مشروع إيش يعمل؟ يجيكم. معليه كان يجي يسجل مرحبا معليه أول حاجة يجي يسجل ساعة الفضاء المبادرة. نعم. ثم مطبوعة ترشح للمشاركة في الدورة التكوينية هذه ولا غيرها راه. إي. المشاركة راي شخصية. ما نجمش ا ديستانس يعني ما ينجم يجي كان اول حاجه اللي جينا باش نشوفوا شنو البزوان تاعو شنو الاشكاليه تاعو فانا فاز هو فانا مرحله اسكو هو متقدم الفكره واضحه مش واضحه وعن طريق المحادثه ذيك الفرديه يتم تحديد الحاجه تاعو ويشارك عن طريق مطبوعه مطبوعه برك وبعد نحن نبعثوا له عن طريق اس ام اس. هذه اللي عنده شهاده جامعيه ولا للناس الكل؟ للناس الكل. الناس الكل احنا راو اون تريت تو لي دوموندور دومبلوا ما عندناش طالب الشغل طالب الشغل في ما عندكمش تفرقه من امي اي من الام نعم للمتخرج الخريجي مراكز التكوين المهني الخريج التعليم العالي نعم الشرط الوحيد اللي نطلبوها نحن هي كونه هو جاي فعلا يحب يبعث مشروع هو لي موتيفاسيون هو الجدية في بعث المشروع. بالله سي فيصل خذني على قد عقلي توا مثلا اذا كان انت ما تفرقش بين حامل الشهادة العليا وبين الأمي وبين غيره وبين غيره هذه هالمحادثة اللي مش تعملوها نهار 8 و 9 ما هو أنا مثلا نقول أنا ما عندي شهادة جامعية أخي أنا مش ننجح قدام اللي عنده شهادة جامعية بالله هذه نفسروها معك شوف أي. أسمعني شوف تفضل أنا أحب تفسر لي شوف أحنا في الحصة الإعلامية أول حاجة نجيبوا على جل التساؤلات تاع الناس اللي يشاركوا في الحصة الإعلامية نعطوهم لما باش يسألوا اللي هي نهار اللي هي نهار كل تقريبا كل جمعتين عندنا حصه وين في الفضاء في مقر الفضاء المبادر ويقوموا بها المستشارين تاعنا حاجه ثانيه احنا في المسار تاعنا راهو الباعث مش نكونوها على اساس باش يكسب الثقه نعم باش يكسب الثقه في النفس وهذيك هي لا كونسيب الفلسفه تاع البرامج تاعنا اول حاجه يكسب الثقه ويعرف وين يمشي ما يبقاش هو ضايع وتايه مش عارف وين نو الباب هو حتى البرنامج هو يقصد تفضل سي لطفي طبعا ابارامون سي طارق يقصد نهار 8 و9 علاش باش يسالوه مش يسالوه على حاجه اصعب هما مش يسالوه على الفكره نتاع المشروع نتاعو نهار 8 و9 دونك كل واحد باش يجاوب بناء على الفكره نتاع المشروع اللي يعملها واضح ماشي سؤال للناس كل باش يجاوب عليه الناس كل في نفس الوقت ومن بعدين يرحم والديك دونك المحادثه هي محاوله انتقال الناس المشاركين في دوره التكوين من حيث الجدية من حيث الجدية والفكرة تاع المشروع اسكو نضجت الفكرة وكل شيء وهو راهو حتى المبادرة او برنامج موران اللي يحكي عليه سي فيصل هذيا راهو يساعدك حتى على كيفاش تخمم في المشروع وبالتالي احنا باش نبسطوا على السادة المستمعين الكرام وعلى طالبي شغل امشيوا الفضاء المبادرة او قال لك معناها نعملوا ايام تحسيسية ولا ايام اعلامية كل جمعتين تقريبا شوف اش عندهم إذا بالضبط. كان عندك فكرة مشروع ولا عندك مشروع كذا رام هم يعاونوك منين تجيب مصادر تمويل رام ما يعطيوش فلوس باش نوضحوا لكن هو ربما يعاونك على الدوسي متاعك وين تهزوا الدوسي متاعك إلى آخره باش معناها إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم باش تلقى خدمة وتقعدش تستنى في الدولة لين توظفك إذا نمشيوا لسي لطفي الشامخي الصالون الرقمي للوكالة الوطنية أو اللي تنظموا الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل شكرا سي طارق دونك بدايه نحب نجاوب على السؤال اللي السابق اللي هو زيارتنا للمؤسسات نعم في اطار في علاقه بالصالون في اطار زيارنا للزياره معناها علاقتنا بالمحيط الاقتصادي واللي هي المؤسسات الصناعيه في الجهه نزوروا المؤسسات من اجل استكشاف عروض الشغل انا كي نمشيو نحكوا مع المؤسسه عندهاش حاجيات الإضافية بالشغل باش العروض هذه كان نمشوا للمكتب وتتصب على المنظومة المعرفية باش تظهر للناس كل ونقدموها للباحثين عن شغل الحاجة الثانية هي متابعة المتربصين خاطر أغلب المؤسسات عندها متربصين أغلب المؤسسات عندها متربصين الاس بي بي كرامي كذا نمشوا في الإطار المتابعة هاك المتربصين هذوكم شنو هي وضعيتهم ممارستهم للتربص نتاعهم شنو هي الإشكاليات اللي عندهم ثماش إشكاليات ثماش نقاط شنو الفرق ما بين السي في بي وعقد الكرامة شنو الفرق؟ هذايا نجاوب عليه سؤال واحد طويل شوي تفضل لا نجاوبك عليه تو سويت ما نسيتش شيء مسير سي دونك في اطار العلاقه مع المؤسسات
نعلموهم بالاجراءات الجديده، اذا كان ثم اجراءات امتيازات جديده للمؤسسه ولا للبحث عن شغل في اطار باش نشجعوا المؤسسه على الانتدابات، اذا نعلموها بها في اطار المؤسسه هذيك، ونشوفوا لي بيزوان دو فورماسيون حاجتهمش مثلا هاك المتربصين اذا ثماش شكون مؤسسه حاجتها في التكوين، ثم اجراءات تتعمل محل بعد ولا دونك العلاقه معنا مع المحيط الاقتصادي هي علاقة متعددة الجوانب، فيها البحث عن شغل، فيها متابعة مطربسين، وفيها الإعلام بالمستجدات، وفيها كل شيء، وفيها مثلا هذا الموضوع اللي سألتني عليه اللي هو الصالون الرقمي. الصالون الرقمي مثلا هذا بدينا نزوره احنا في المؤسسة باش نعلموها بحاجة جديدة اللي هي مش مسير على المستوى الوطني في تونس. اش يعمل الصالون الرقمي؟ الصالون الرقمي في العادة احنا ديما نرجعوا للأمور الرقمية، شوف هنا ديما ثم المؤسسة نتاعنا الحمد لله ديما عندها حاجة جنب في العادة. ربي يبارك لك. كنا نعملوا في تونس، كنا نعملوا ملتقيات وكانت برشا ناس وحتى الاطراف الاخرى والمنظمات تعمل دي جورني معناها صالون للتشغيل يتعمل في مكان محدد في نزل ولا في مكان معين، يعني يتطلب الوجود الحضوري للناس. يعني الناس يمشوا ثم المؤسسات نعملوا كوليكت لموا للعروض الشغل نعملوها في بقعه في تونس كامله، كنا نعملوها مثلا في تونس ولا في الجهه من الجهات يكون حضوري، المؤسسات تحضر وتعمل اونتروتيان مباشره مع الناس اللي يرغبوا باش يحضروا في المترشحين للعرض الشغل هذا. توا شنو ولا مش نعملوا النهار 23 و 24 فيفري ان شاء الله صالون رقمي. اش معناه؟ اش معناه صالون رقمي؟ معناها في عوض انا مش نمشي المؤسسات هي مش ناخذوا منها في كامل تراب الجمهوريه نلموا العروض للناس اللي تحب تشارك فيه الصالون هذايا تنتدب يد كفاءات يد العام من خريجي تعليم عالي والناس كلها تمشي تتنقل وتحضر في البلايص هذيك، باش نولوا نعملوه رقم، باش نعملوا ناخذوا عروض الشغل ديجا عندنا مراسلات موجوده موجهه للمؤسسات نوع نتاع المراسلات الموجهه للمؤسسات الاقتصاديه نتاعنا اللي تحب تشارك وعندها حاجيات للانتداب خريجي التعليم العالي مش تعبر عليهم وتعطيهم لثم الموقع مش نعطوها نحن لما باش تدخل تسجل فيه ديريكت تسجل فيه، يعني المؤسسه تدخل على الموقع نتاعنا على الرابط هذايا اللي موجود اللي مش نعطوه احنا نمدوها به وينجموا المؤسسه اللي ما تحصلتش عليه تنجم تتصل بينا بطريقه ولا باخرى المكتب التشغيل نجموا نعطوها الموقع هذا ونعطوها المراسله كامله باش تشارك معنا في الملتقى هذا الصالون الرقمي هو موجه يعني لاصحاب المؤسسات. الخطوه الاولى اصحاب المؤسسات يلزم يديبوزوا لي زوفر نتاعهم على الموقع على الرابط هذا. اذا المؤسسات الصناعيه يدخلوا للرابط او يتصلوا بمكاتب التشغيل العمل المستقل باش يتحصلوا على الرابط باش يدخلوا يسجلوا ويحطوا معطياتهم وعروضهم وكل وهذا في مرحله اولى في مرحلة. وطبعا انا فهمت انه في مرحله ثانيه مش تفتحوها اللي طالب شغل يعني كطالب شغل نعم ومش نعملوا في العاده قاعه نتاع لونتروتيان مش تكون قاعه افتراضيه قاعه افتراضيه باش نعملوا فيها لونتروتيان ما بين الطالب شغل نعم باش ما يجيش اكتظاظ ثم قاعه اخرى كي قاعه الاستقبال ولكنها افتراضيه نعم معناها الناس باش يدخل انتريسي بعرض معين باش يدخل في القاعة الرقمية هذيك باش يعمل لونتروتيان مش يبقى في انتظار، دونك مش ثم قاعة افتراضية للانتظار. نعم ما احلاها. والتسجيل من الأول زاد كيف نعم. دونك نعم. العملية هذه في عوض حضوري الكل ولينا مش نعملوها افتراضية. والله سي لطفي هنا أنا نحب نوجه لك تحية وتحية طبعا لوزارة التشغيل والتكوين على خاطر معناها كانت سباقة في الرقمنة. إذا نشوفوا تبارك الله محلاها تونس معناها صالون رقمي يدخلوا فيه أصحاب المؤسسات الصناعية يحطوا عروضهم يحطوا كل شيء وبعدين طبعا مش يتحل لطالبي الشغل، طالبي الشغل يدخل وينجم يعمل الانترفيو هو في داره وصاحب المؤسسة معناها زادة في بلاستو يعمل الانترفيو وربما هنا معناها حتى الشفافية تكون أكثر ويعطيك الصحة وذيك علاش أنا الحقيقة نحب نحييك إذا ونحيي الناس الكل اللي تعمل في المجال هذه أكيد خدمة جبارة تعملت. اذا تفضل سي لطفي سي فيصل الزيري تفضل عندك ما تضيف في الاطار هذا زاد احنا راهو كيما مكاتب التشغيل كيما فضاءات مبادره نعم كل هيكل من الهياكل هذوما عنده باج فيسبوك تاعو نعم. الباج فيسبوك تاعو كل مستجدات كل معطيات كل اعلانات نعم. تبدا حينا على الباج فيسبوك نعم. ينجموا يتصلوا يعني يطلعوا على باج فيسبوك تاعنا ويلقاو هالعروض التكوين وعروض مفرص التكوين وفرص معنا اللي نقولوا نحن المحاطه واللي يسر عليها فضاء المبادر الكل نعم. تلقى اي نعم. اي اكتيليتي تلقاها موجوده نعم. على الباج فيسبوك نعم تاعنا. نعم سي فيصل يوجه لكم نداء فيصل زيري ومشكور يقول لكم راهو كل شيء عندنا نهبطوه على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك ونحب نقول للساده طالبي الشغل
كي تمشي امشي والفضاء المبادرة، امشي طل انت شوف غادي كاش فما، شوف الدورات التكوينية اللي يعملوا فيها، شوف المرافقة اللي يعملوا فيها، ثم نجاحات كبيرة ياسر، نجاحات كبيرة. وبرنامج موران هذي راهو برنامج عالمي مش شوية، معناتها راهو معناتها حاجة كبيرة برشا. امشي وما تحقرش روحك، ما تقولش انا مش نعمل معناتها مشروع فلاحي صغير، صغير ولا مش نعمل بقرتين ولا مش نعمل كذا، امشي غادي كاش يهمك فيه انت تو يرافقوك. وربما كنت مش تعمل مشروع الفكره الضبابيه مش وضحت لك، راهو فما كوتش هناك وراهو فما معناها اخصائيين تو يحطوك على السكه وبيحاولوا ليه ما تخرج كان فرحان. اما امشي وانت كي تمشي لمكتب التشغيل ولا الفضاء المبادره ما تمشيش حط في مخك انه باش يخدموك، هو راهو ما عندوش خدمه تستنى فيك، هو حتى كان يجيه عرض من مؤسسه صناعيه راهو العرض هذاك اكثر حاجه يعملها هو يعمل لك لافيش نتاعو، فهمتني؟ اذا تفضل شكون عنده ما يضيف؟ والله تفضل سي فيصل ولا سي لطفي، الفضاء مفتوح لكم، تفضل. شكرا سي طارق، زوز نقاط باش نزيدهم مع بعضهم ولا نحبوا نفصلوهم؟ على راحتك. النقطه الاولانيه هي التوظيف بالخارج، الهجره والتوظيف بالخارج. نعم، عندكم علاقه بالخارج زاده سي لطفي؟ بالطبيعه، تفضل. عندنا دي عينه في دي اداره في الاداره العامه للوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل، خاصه المهمه نتاعها هي فقط الاهتمام والعنايه بمجال التعاون الدولي والتشغيل بالخارج. دونك لهنا نفهم انا عندكم عندكم علاقه بالوكاله التونسيه للتعاون، لا لا في اطار، لا هذه في اطار مهام الوكاله التونسيه للتشغيل، التعاون الفني موضوع اخر. اسئله في نستسم، انت توا حليت لنا باب، انت توا حكيت على التوظيف بالخارج والهجره، وتعرف ان الكلمه ذي كي مش يسمعها معناتها المستمع الكريم مش يقول لك اه ذوما ينجموا يخرجوني برا. اي دونك فسر لنا باش ما نضيعوش الناس. انا باش نفسر له ومش ندعم كلمه بكي جبتها انت قلت راو الناس معناها مباشره ما ثماش وسطاء ما بين في العمليه. نعم، احنا في التشغيل في الخارج نرجعوا نفس الشيء، الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل عامله موقع www.aneti-tradeunion-international.net. ما شاء الله، يعني طالبي شو نرجعوا للرقم وقت اللي يجيني نوريه الدوري فقط اني نرشدو نفسر له ونعطيه العنوان اللي ما يجي. يعني سي لطفي خلينا نفسره، يعني انت يجيك عروض من برا خلينا نفسره. هاو بدكش كمل نفسر، هذه فسر لي نتاع التوظيف بالخارج، خاطر غدوه مش جينا احنا التليفونات للاذاعه باش يقولوا لنا كيفاش تخدموا لبرا. بالضبط، هذا ايش نوصل لك؟ تفضل. احنا مش نعاونوه كيفاش يعمل التسجيل في الخارج للخاص بموقع الوكاله الوطنيه للتشغيل والمستقل. نعم، يعني انا باش نوريه باش يدخل هو يسجل بيك نفسه. نعم، على الانترنت نرجعوا على ديسونس كيف كيف. نعم، يعمل الانسكريبسيون نتاعو نهار اخر وقت الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل تجي لها التعاون الدولي في كندا ولا في المانيا ولا في فرنسا. اي ما تتصلش بك التشغيل باش هو يتصل بطلب شغل. نعم، هي تتصل ديريكت بالباز دو دوني اللي عملته. خاطر مش هو اللي حط باز دوني ولا باز دوني طالب الشغل وقت اللي والبحث عن شغل وقت نسجل في الموقع الهجره في القاهره دي الوكاله في العرض ما كنا نربحوا كل وقت الوقت هذه مش تعمل مكتب تشغيل وقت التشغيل يعلم وقت ايش يسمع البحث عن شغل ووقت وتسمع وقت ايش تعيط له يكون مش موجود اكل اوقات اكثر شفافيه اكل 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 الوقت الكل مش يربحوا طالب الشغل مش هو اللي ديريكت تتصل به هو ديريكت بالميساج تبعث له الميساج كلمه احنا دورنا دعم كيما قال زميلي كيما حكيت انت بكري شفافيه ديريكت مباشره من المركز للبحث عن شغل مباشره واضح او سي لطفي بالله انا كثرت عليك لكن ما سالش بعد بالعكس في فرصه باش نوضح التعاون مع المنظمات صح وحتى سي فيصل معناها لهنا فما عروض ولا فما طلبات للشغل من فرنسا من ايطاليا من عرفشانا هو يسجل سامح سي لطفي هو يسجل انت تعامل باش يسجل في الموقع الى اخره الى اخره من بعد هما طالبين عامل في بلاد معينه يتصلوا به هو مباشره ويعمل انترفيو نتاعو دبر راسو عاد لا نجمو نعاونوا حتى اكثر من هكا صحيت فسر لي انا تو اعتبرني انا نحب نلوج على خدمه البرة وانت فسر لي بالضبط نحب نفسر للساده المستمعين ما يصيرش دونك احنا توا مش نحب يرغب برا هو باش نكونوا واضحين هي فرص التشغيل بالخارج ماهيش باش تكون كيما فرص في تونس طبعا طبعا معلوم عدد محدود ومعين اختصاصات معين واحنا عندنا اختصاصات معين معلوم هما وقت اللي يسوز التسجيل مثلا اخيرا احنا عندنا مثلا في جوان الفات تقريبا اكثر من 20 مترشح مشاو في الليزان في الممرضين مثلا في مدينة الصحب نعم اللي خرجوا لالمانيا ثم تعاون صغير شويه مع فرنسا في عمل الفلاحين ثم شكون عمل معنا اونترتيان وكذا دورنا نحن ان الناس هذوك مشي يوقع انتقائه احنا ما عندنا في البيرو حتى لونترتيان نجم نوفروا له اللوجيستيك ديجا في لونترتيان
ينجم حتى بارفول ما عندوش في داره هو وسائل باش يتصل عن بعد بالزوم ولا بغيره. نعم. احنا عندنا في الوفر بعد اذنك سي لطفي، بعد اذنك سي لطفي جاء وقت الفاصل. مستمعينا الكرام نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، برنامج من الجامعة نبني الوطن. ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله اللي قاعد وراء مقود السيارة وقاصد ثنية قصد قضية إن شاء الله القضية مقضية، واللي عنده شور إن شاء الله شور ومقضي إن شاء الله، وربي ييسر الأمور على الناس الكل. كنا قبل الفاصل نحكيه مع سي لطفي الشامخي مدير مكتب تشغيل العمل المستقل بالقيروان على الهجرة والتوظيف بالخارج، وكان سي لطفي حتى أعطانا الأمثلة متاع الممرضات ولا الممرضين اللي أخذوهم البرة. لكن أنا هنا جيني تساؤل الحقيقة، أنه العروض متاع الممرضين مثلا ديما تعلن عليها الوكالة التونسية للتعاون الفني لاتيسيتي، فهمتني؟ دونك لهنا عندكم علاقة ببعضكم ولا انتوما وحدكم هم وحدهم، ولا كيفاش فسر لنا؟ زاد انتوما عندكم عروض بالخارج كيفاش؟ احنا عندنا عروض بالخارج، هو عادة التعاون الفني هي في مجال الناس اللي تخدم في مجالات عندها خبرات عندها كفاءات. نعم. الناس اللي تخدم في اطار العمل نتاعها مش تتغير معناها المسلك ديجا يكون ربما يخدم يكون يخدم الاغلبيه نتاعهم دونك يكونوا يخدموا. احنا نتاع المترشحين نتاعنا هم العاطلين عن العمل، ماهمش يخدم ماهوش يخدم الناس ماهوش يخدم مازال في اطار البحث عن شغل. دونك هو متخرج في الاختصاص ولكن ما عندوش، دونك نحن المطالبين باش نرافقوه. دونك هذه السيب الاكثر نتاعنا بما انهم ما عندهمش كفاءات ما عندهمش اكسبيريونس ما عندهمش دونك طالبين داخلين جدد للسوق. ولكن هو ولكن كل مؤسسه تخدم خدمتها، كل مؤسسه عندها تعمل لي زيفور نتاعها طبعا، هي مجهودات متكامله. علاش نحكوا مجال التشغيل راهو مش مجال نتاع 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 جهه معينه، هي الوزاره وهي وكاله التشغيل والتعاون الفني والمجتمع المدني والناس كل، هو المشكله هذه لازم الناس كل تعاون فيه كل واحد من جهته. نعم. ولكن معناتها الشرط الوحيد ربما اللي هو بسيط برشا الحقيقه ما يوصلش حتى لدرجه نسميه شرط، اذا هو معناها انه يكون مسجل في المنظومه هذه باش يكون محين هو في ذاته معناتها توصل وتولي توصلوا المعلومه مباشره اللي هو للحساب نتاعو. نعم سي فيصل. والله انا اللي حب ناكد عليه في خلال هذه الحصه كونه ما على الناس خاصه طالبي الشغل وكل شيء واللي عندهم نيه تاع بعث مشاريع ما عليهم كان يتصلوا بفضاء المبادره. نعم. مش يلقاو بحول الله الايات دي المعنى اللي فريمون اللي ترافقهم ويأطروهم ويساعدوهم في مختلف المراحل مش من بال المشروع. ما تخافش اني نحب نداء الى شباب تاعنا والعاطل العالم بادر، راهي ثم برشا نقاط مضيئه في المجال بعث المشاريع. كم من اناس معنا جاوا ما عنده حتى فكره تاع مشروع وتو ولا يخدم على الانترناسيونال ولا يخدم وعمل مورد رزق وعرس وعمل ما نحكي لك تغيرت معنى حياته من 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 وضعيه لوضعيه كبيره باهي خلاص. معنى ما عليه كان يبادر وبحول الله يلقى كان الايادي والناس اللي يرافقوه على مستوى الفضاء المبادر. حاجه ثانيه نحب ناكدوا، راي عمليه المرافقه وكل شيء هو مش يكون كاتاليزر ليفري كاتاليزر في العمليه دي. نعم. ما ينتظرش كونه الناس مش تاخذ بلاصته. العمليه مشروطه بشرط كبير ياسر مدى جديته هو ورغبته الحقيقيه في بعض المشروع. حاجه اخرى احنا في اطار النشاط تاعنا والعمل المستقل تاعنا والنشاط تاعنا وانفتاح المحيط راهو نخدموا برشا مع المشاريع بالتعاون الدولي. مع المنظمات الدوليه. وهذه هو بيدو فرصة لطالب الشغل وخاصة جهة القيروان باش ينتفعوا بالبرامج هذه. هذه ما نجم يشوف البرامج التعاون الدولي إلا ما يكون قريب من فضاء المبادرة. ندعو كل معنى طالب الشغل وخريجين مراكز تكون مان وخريجين تعليم عالي باش يلتحقوا بفضاء المبادرة ويجوا يزورونا ومرحبا بهم، واحنا نحاول الله نكونوا دعم حقيقي لهم. اذا نقولوا راهو فضاء المبادره راهو يستنى فيكم باش تجيو، اذا كان عندك فكره مشروع
اذا كان حتى ما عندكش تو اكثر شيء مهدلين، اذا حتى ما عندكش فكره مشروع ايجا راهي فما ناس مختصه توريك كيفاش تعمل المشروع نتاعك، كيفاش تخمم في فكره مشروع. كذلك راهو مكتب التشغيل، نستسمحوكم معناها نحب نقول لكم ما تغشوش علينا، مكتب التشغيل راهو مش هو اللي باش يخدمك، هو راهو ربما مش يعاونك باش 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 تلقى الخدمه وباش تتبع الطرق الصحيحه للبحث عن العمل. يساعدك زاد على كونتراتو الكرامة أو عقد الكرامة أو عقد السي في بي اللي تعرفوه الناس كل. إذن توا معناها باش نعطيكم كلمة كلمة حرة سي فيصل وسي لطفي قبل ما نختموا الحصة هذه، باش تتوجهوا ربما بتوضيحات أو تتوجهوا بنداء للسادة المستمعين الكرام خاصة الفئة الطالبة للشغل. تفضل سي لطفي. شكرا. حبيت توضيح، ثم سؤال ما قاش لي جاب عليه صديقا، هو الفرق ما بين البرامج نتاعنا يكون ثم توضيح ما بين عقد الكرامه ولا سي في بي. لا سي في بي هو عقد تربي جيز، باش نحاول نجاوب بجيز شديده خاطر ما يسمحش دونك. لا سي في بي هو عقد تربص، ما عندوش عقد شغل، ماهوش عقد شغل. عقد تربص من المساعدة الشاب على الاندماج في المؤسسه هذه. الامتياز يتحصل عليه الشاب بالمساهمه في الاجر وهو ياخذ المنحه نتاع الدوله ديريكت. بالنسبه لعقد الكرامه هو امتياز تعطيه الدوله لاصحاب المؤسسات بناء على انتدابهم لطالبي شغل. اذا الامتياز هو يسند على وجود عقد شغل، عقد عمل بما يتطلب عقد عمل وما يوفر معناها اللي موجود في القانون التونسي. ثم امتيازات تحصل عليه من المؤسسه اللي هي الامتياز مساهمه، معناها المؤسسه تسترجع نصف الاجر وتتم ومعناها وتنتفع بمساهمه العراف في الضمان الاجتماعي لمده سنتين. بارك الله فيك سي لطفي. اذا نعطيه مساحه حره لسي فيصل الزايري. سي فيصل تفضل. نحب نستغل الفرصه اول حاجه باش الشباب اللي الناس تحب تشارك في دورات تكوينية ذات علاقة بالتصرف وبعث المشاريع، أنه فضل المبادرة برمج خلال شهر فيفري دورة تكوينية حسب طريقة سيفي. الطريقة دي نجموا يشاركوا فيها، الدورة التكوينية نجموا يشاركوا فيها من توا، ولكن ما ينجموا يشاركوا في الدورة دي إلا ما ينجم يحضر عملية تكوين، العملية الانتقاء اللي هي مش تصير نهار 9 و10 فيفري. في الأخير نشكركم مجددا على الاستضافة ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله نتمنى الخير لبلادنا ولشبابنا ويلقاو فرص، كل واحد يلقى فرصته في البلاد هذه. إذا بارك الله فيكم. سي لطفي مازالت عندك كلمة، تفضل. نحب نشكركم على الدعوة هذه. عايش. كان بيودنا انه نكونوا اكثر على خاطر ثم ممكن نحاول نوجزوا شويه خاطر الحديث جوش وجون وعندنا برشا حوايج ما نجموا، ان شاء الله تكون فرصه اخرى باش نزيدوا نحكوا عليها. وان شاء الله نعملوا نساهموا بما نقدروا باش تتحسن الوضعيه نتاع الشباب هذايا حسب الامكانيات المتاحه. وان شاء الله شبابنا يكون المستقبل نتاعو خير من الحاضر نتاعو. عايشك ربي يفضلك. سي لطفي الشامخي مدير مكتب التشغيل للعمل المستقل بالقيروان، كذلك الشكر موصول سي فيصل الزايري رئيس فضاء المبادرة بالقيروان. الحقيقة في الحديث متاعنا قلنا الزوز معناتها انتم الاثنين تعملوا الإعلام والتوجيه بقصد مساعدة طالبي الشغل على إيجاد الشغل، أو الحقيقة على إيجاد الطريق الصحيحة اللي نمشيو فيها لإيجاد الشغل. ومن هنا من المنطلق هذا نحب نقول لكم راهي إذاعة الحياة اف ام حلت لكم أبوابها في أي وقت تحبوا، معناها إعلام الناس وتسهيل الإجراءات وكذا تتفضلوا على الرأس والعين. إذا لهنا ما بقى لي كان نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية، ربي يفضلكم وربي ينور ذاتكم، إلى اللقاء. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.